هو سيادة الرئيس السيسي بيحب طنطاوي، وأكتر من إنه بيحبه بيعتبره والده ومعلمه. وفي كل الكلمات اللي قالها الرئيس السيسي علنا كان بيشيد بطنطاوي. ولما يقول إني يعني امبارح قال فقدت أبا ومعلما، فرئيس مصر، رئيس مصر بيعلن للكافة أنه فقد بوفاة المشير أبا ومعلما. دي جملة كبيرة جدا ما سابش فيها، يعني السيسي ما سابش حاجة تتقال. يعني أي حد يجي يقول بعد الرئيس السيسي عمره ما هيقول كلام زي فقدت أبا ومعلما، وبعدين يقول وغيورا على وطنه. طب ده ايه ده؟ رئيس وقائد عسكري والقائد الاعلى للقوات المسلحه بيصف قائد توفاه الله بانه غيور على الوطن، طب ما في احلى من الصفه دي ايه؟ وبعدين بيحط شهاده ان هو بريء من اي دم خلال احداث يناير. بريء من اي دم، شهاده عظيمه جدا. فالرئيس السيسي هو اللي قال وكل الناس تمشي وراه، لان محدش هيوصل بكلامه للمستوى اللي قاله سياده الرئيس ابدا. مفيش حد من كل اللي اتكلمه وكل اللي نعى المشير وكل اللي بيشدوا بالمشير هيوصل لجمله أبا ومعلما. بالتأكيد أستاذ عبده، يعني دور المشير طنطاوي في العسكرية المصرية طويل ومليء بالنقاط التي ستذكرها التاريخ. أستاذ عبده مباشر، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا.